السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله وموضوع الاختناق الذي يسببه الجن في المنام أو غير المنام، أو عندما يوسوس لك بأنه سيخنقك أو سيقتلك أو يوسوس لك بالموت أو بالانتحار أو بكثير من الأشياء. بعض الأحيان يكون وسواس، وبعض الأحيان يكون كتشعر بأنه يريد أن يخنقك أو تشعر بالخنقة في الحنجرة والله المستعان أو في الغدة. إخواني أخواتي اتابعونا حتى الأخير كي نشرح لكم الموضوع بالتفصيل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في موضوع الاختناق الذي يسببه الشيطان العاشق أو أي خادم، سواء في المنام أو في اليقظة، أو التهديد بالاختناق أو التهديد بالقتل أو يعني الموت أو الوسواس الذي يسببه الشيطان بأنك ستموت أو ستنتحر، سيخنقك فلان أو كذا، أو يوسوس لك بالوسواس المرض والموت بأنك لن تشفى إلى غير ذلك من الأمور. يعني يقهرك هذا الشيطان، يقهرك بالوسواس، لا يترك لك نقطة حتى ترتاح، حتى إذا ذهبت إلى النوم يوسوس لك بهذه وهذه وماذا ستفعل غدا وكذا وكذا، يعني لا حتى النوم تبقى يوسوس لك ساعتين قبل النوم، فإذا نمت ذهب الفجر. أخي في الله وأختي في الله، ركز معي إن شاء الله، ركز معي نقطة نقطة. أولا، كل أي برامج أشرح فيه عليك أن تتوكل على الله عز وجل، فهذا من التوحيد وهذا من العقيدة. توكل على الله عز وجل الحي القيوم، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تسجد وحين تركع. الله عز وجل مطلع على سرك وجهرك وخفاياك وما يدور في نفسك. لذلك اعلم أن توكلك على الله عز وجل قوة لك على كل شيطان يسكنك، على كل روح خبيثة توسوس لك. توكل على الله عز وجل ولا تخاف من أحد إلا الله، ولا تخاف من أحد إلا الله عز وجل، خوفا يقينيا. النقطة الثانية، برنامجك عليك أن يكون لك برنامج تقرأه بإذن الله تبارك وتعالى، ختمة في كل أسبوع، ختمة في كل شهر تداوم عليه، أدعية للتحصين، أدعية لطلب الشفاء من الله عز وجل. أن يكون لك برنامج تفعله يوميا من أجل استشفاء بكلام الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يستشفى به العبد كلام الله عز وجل والماء القرآن أو العسل. لذلك استعينوا بالله وافعلوا هذه الأشياء. النقطة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي عندما تفعل برنامج من الرقية وما زال الشيطان يوسوس لك، فإن شاء الله اغلق عيونك وقل في نفسك، في داخل نفسك، ليس بلسانك، في داخل نفسك، فقل سوف أحرقكم بإذن الله تبارك وتعالى، سوف أقتلكم بإذن الله تبارك وتعالى، الله سينتقم منكم كما وسوستم لي. تقولها في عقلك كأنك تغلق عيونك وتقرأها في صبورة، كأنك تغلق عيونك وتقرأها في ورقة، ولكن لا تنطق بها. هذا يدل على أنك توسوس للجن الذي يوسوس لك، فأنت توسوس له بالقتل، توسوس له بأن الله عز وجل سينتقم منه، وبأنك ستقتله بإذن الله، وأنك ستعذبه بإذن الله. قل لهم سأعذبكم بإذن الله، سوف أقتلكم بإذن الله، الله سينتقم منكم، الله سوف يعذبكم في جهنم. كأنك تتكلم أنت مع نفسك الشريرة، لأن كلنا عنده خير وشر في جسدي. قد يكون عندي الشر أغلب من خيري، أو قد يكون خيري أغلب من شري، 70% 30% كل فيه شر وخير. الإنسان الذي يزكي نفسه بالقرآن بكلام الله تبارك وتعالى ويتبع ما يقوله الرسول والله تبارك وتعالى، فإنه يزكي نفسه، يقتل الشر في نفسه، شر إبليس، الشر الذي يغذيه الشيطان بالغضب والانفعال وبالمعاصي، تقتل الشر في جسدك فيصبح الشر في جسدك 10% 20% 30%. كلما كثرت المعاصي، كلما كثرت الذنوب، كبر الشر في جسدك ويصبح فيك الطغيان، التجبر والتكبر كما هو في إبليس. إبليس نعوذ بالله من شره لم ينكر عبادة الله تبارك وتعالى، لم يقول لكم أن الله ليس موجود. إبليس لم يقول أن الله عز وجل غير موجود في هذا الكون، ولم يقول بأن الله عز وجل ليس هو الذي خلق هذه الأرض، أو ليس الذي هو خلق الجن والإنس وكذا وكذا، ليس هو، لم يأمر بالإلحاد، وإنما جنوده هي التي توسوس للناس بالإلحاد. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم على لسان إبليس: إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني يخاف الله، وإنما هو استكبر وتكبر على أن يسجد لآدم، وهذا التكبر
يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعني إبليس فسق ولم يدخل في الإلحاد، فسق عن أمر ربه، يعني خرج عن عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن لم يكفر بالله الكفر الذي ينكر وجود الله عز وجل، إنما كفر بأنه كفر بالله تبارك وتعالى لأنه أبى أن يسجد لآدم، ليس كفر الإلحاد. الذي يكفر بالإلحاد هو الذي يقول الله ليس موجود، والذي يكفر بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إبليس أبى أن يسجد لآدم، فسق وكفر بالله تبارك وتعالى لأنه أبى أن يسجد لآدم كما سجدت الملائكة. فإبليس لم ينكر وجود الله تبارك وتعالى، وقال إني أخاف الله رب العالمين. ذلك جنوده توسوس للإنسان، توسوس للإنسان كي يكفر ويلحد. يعني الذي يلحد في ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يلحد وينكر وجود الله تبارك وتعالى، فهو أكفر من إبليس، فهو أكفر من إبليس. لأن الإلحاد هو أن تنكر وجود الله تبارك وتعالى. وكثير من المؤمنين المسلمين في هذا الزمان توسوس لهم الأبالسة في عقولهم بأن الله قد ليس موجودا أو غير موجود، ولو كان موجودا لشفاك، ولو كان موجودا لحرسك من الشياطين، ولما دخلنا إلى جسدك، ولما وسوسنا لك، وكذا وكذا. فلتقول لهم أيها المؤمن الصالح أن الله عز وجل يحرسني بعينه التي لا تنام. الله ابتلاني ليكون لي جبال من الحسنات يوم القيامة. الله عز وجل سلطنا عليكم، الله عز وجل سلطكم علي لتقام عليكم الحجة في جسدي، تستمعون القرآن، تسمعون التسبيح والاستغفار، ترون كيف أصلي، كيف أسجد، كيف أعبد ربي، كيف أقاتلكم وحدي. هكذا عليك أن تقول لهم هذا في خاطرك. فإذا قلت لهم هذه الأشياء فسوف يخنسون ويتعذبون ويحترقون بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الشياطين لا تحب الموعظة الحسنة، لا تحب أن تذكرهم بالله تبارك وتعالى، لا يحبون أن تذكرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى، لا يحبون أن تذكرهم بقدرة الله. قل لهم في نفسك أن الله عز وجل سلطكم علي ابتلاء لي وابتلاء لكم، ابتلاء لي ليرفع الله عز وجل من درجاتي، وليكون في أعلى عليين، وليكون لي جبال من الحسنات. أما أنتم فسلطكم الله عز وجل علي كي تقام عليكم الحجة، تستمعوا آية الله عز وجل، تقام عليكم الحجة، ترون كيف أصلي، كيف أسجد، لتروا كيف أني وحدي أقاتلكم يا جميع الشياطين، أحاربكم جميعا، أقاتلكم بإذن الله تبارك وتعالى. الله يمدني بقوة من عندي، والله سينصرني عليكم. دائما وسوس لهم أنت في عقلي وقل لهم الله سينصرني عليكم، الله سيعطيني القوة، الله سينصرني، الله سيعزني عليكم أيها الشياطين حتى تخرجوا أذلة وهم صاغرون. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.